ولا يجوز زواج بدون مهر أيضا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن كان النبي يريد أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين، هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي لا يجوز زواج بدون مهر أبدا، ولكن قد يؤجل المهر، أما أن تدفع المرأة المهر فهذا لا يجوز أبدا في شرع الله تبارك وتعالى.